تقبلوا تحية لكم مشاهدينا وين ما قررتوا تتابعونا عبر شاشة الام تي في. بداية اسمحوا لي لكم ميلاد مجيد ان شاء الله بينعاد على الجميع، وبحلقة اليوم ما قبل الأخيرة بنسألوا مرتي الميلادية، ان شاء الله نقدر ننقل هيك أجواء الميلاد ونزرع الفرحة بقلوبكم وببيوتكم. نجوم بنحبون ووجوه معروفة حبوا اليوم يعيدوكم، نتعرف عليهم بحماس يلا. أهلا وسهلا فيكم. يسعد مساكم جميعا، وبدي اقول اكيد ينعاد على جميع، على جمهورنا من طرابلس من عم شيت وعلى كل المناطق اللبنانيه. بدايه قررنا مثل العاده ما تعودتوا بهذا الموسم مع ثنائي نحن قررنا نجمعهم. بدايه بدي رحب بممثله صاحبه هيك موهبه كبيره، على طول بتحب التحدي، بعيونها بتلاحظوا فيها حتى بالمشاهد اللي بتاديها وبكل ادوارها، ممثله قديره ومنحبها كثير، كارلا بطرس بزقفه كثير كبيره بنرحب فيها. الى جانبها ايضا وجه تلفزيوني محبوب مقدم برامج بشاشه زميلي تلفزيون لبنان، وايضا ممثل شادي ريشا، بنرحب فيه. هلا سور شادي ريشا، لانك على انستغرام سور شادي صح؟ على انستغرام سور شادي سور شادي فكر هيك سور شادي خلص. اهلا وسهلا فيكم، كارلا بونسوار. بونسوار، ميري كريسمس اند هابي نيو يير. ثانك يو، سيم تو يو، اشتقنا لكم كلكم. منوره كارلا. أنا سبق والتقيت فيك عبر شاشة الام تي في أكثر من مرة، وكمان بحلقة ميلادية كانوا كثير حلوين الحلقات، واليوم بدنا نعمل حلقة بتاخذ العقل بوجودك، عليك منورة. ثانك يو الكل كمان. أولادك معنا، أنا بتعرفيني بتحبهم كثير لأولادك، الصبايا معنا اليوم بدي أشيلهم تحية، رح يلعبوا اليوم معنا. ولافي سو ماتش. كارلا غيب شوي عن الشاشه الصغيره، شو عم نعمل هلا؟ شو عم نحضر؟ هلا رح تشوفوا قريبا، انا رح كون ورا الكاميرا. اها ايه، از كاستنج دايركتور بموفي زفافيان، اول فيلم لبناني ارمني باطار كثير جيد وكثير حلو وكثير شيق ان شاء الله بعيد الفصح بالسينما. بدي اقول كارلا وراء الكاميرا، بس الكل عم بيطالب كمان ترجع الى الكاميرا والى الشاشه الصغيره ناطرينك انك تاخذ العقل. الى جنبي كمان شادي، خبرني كيف هيك اجواء التلفزيون والتمثيل مؤخرا، يعني ما شاء الله عليك ما عم تلحق. بيرفكت، اول شيء ميري كريسمس للكل. تي في بجنن، تمثيل كمان باول سنه بينزل فيلم اند اكشن لميوزيكال بالسينماز، سو ام اكسايتد لانه على بالي ينزل، لانه عاملين شيء حلو. ومسلسلات دونك موفق. ميري كريسمس. اليوم بالنهاية رح بيكون في حلقة هيك ختامية، لا يعني ما قبل الختامية بس، ولكن ختامية بوجوه معروفة بدنا نولعها منكم أكيد. ثنائي واحد رح يربح، كارلا وشادي نسقوا كثير منيح وموفقين بالحلقة. أما الثنائي الثاني معنا أيضا ممثلة قديرة لها وزنة على الشاشة، بنحبها كثير، تعرفت عليها بكل الأدوار إن كان على شاشة الإم تي في وعلى شاشات الزميلة لنا، بزقفة كثير كبيرة، بنرحب برندا هيش الممثلة القديرة الجميلة والمتألقة. الى جانبها ايضا صاحب صوت جميل كثير معروف بغنائه باللغه الفرنسيه والانجليزيه، باتريك خليل. اهلا وسهلا فيك. هاي. ميري كريسمس رندا. سيم تو يو. شو اخبارك؟ ان شاء الله بينعاد على الكل يا رب، ويكون عيد حلو وعيد خير وسلام على كل العالم يا رب. كيف بتقضي اجمالا يا رندا اجواء العيد؟ حسب، عيد الميلاد اكيد بالعائله بيجوا كلهم لعندي، بس راس السنه لا. رح اليوم جايين ننبسط نفرح ونفرح كمان مشاهدينا. باتريك ميري كريسمس، وبصوتك قبل ما نحكي عن مشاريعك عيدنا هيك بشي غنية هيك دغري على دغري. رح جايزين خلص قلعنا. يلا حنقول يو ريز مي اب. يلا يو ريز مي اب. حلو. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and waiting in the silence until you come and sit a while with me. Thank you. لحظة باتريك، يعطيك العافية، صوت جميل. هلا أنا بلشت مع باتريك لحتى مهد لكارلا الطريق، لانه بدي اياك تهدينا كمان بصوتك شيء من اجواء وحي عيد الميلاد. انا ما بحب اقول لا، بس عن جد بنموني. بس اليوم حنكسر القاعده، امسكوا لها ايدها يا شباب، اعطوها شوية حنان. اعطوني حنان. يلا. You can do it. يلا. يلا let's do it. يلا. I'm dreaming of a white
Christmas, just like the ones I used to know, with the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Merry Christmas, everyone. Trio, Sammy, Carla. وباتريك عن جد بعتقد اليوم الحلقة أكثر من رائعة صرنا بغير برنامج عن جد صرنا بغير أجواء أكيد رندا وباتريك موفقين بالحلقة بدكم تتعاونوا مع بعض جمعناكم بهذه الحلقة تعاونوا مضبوط أما الثنائي الثالث فهن ممثلين كمان شابين بتحبون عبر شاشة الـ MTV خربوا الحي كنا عم نشوفه بسبتمبر كمان وبأواخر الصيفية هالمسلسل يلي نال رواج ونال هيك نجاح كتير كبير عند المشاهدين رجعنا عدناه عبر شاشة الـ MTV وحبينا نرجع نجمعكم معنا لودي أزي ورامي عطلة أهلا وسهلا فيكم هلا خربنا الحي وخربين الشاشة شو الوضع اليوم شو بدنا نعمل؟ مسرح بدنا نخرب المسرح بدنا نخرب المسرح رامي خبرنا شو في مشاريع جديدة شو عم بتحضر؟ مشاريع أنا شغلي عندي الورك شوب تبعي اللي بيمشي على 9 أشهر المسرح والتعليم وتلفزيون يعني هيدا الأشياء كل شيء خاصه بالمسرح أنا واليوم حلقة ميلادية رح بتكون حلقة تلفزيونية بوجودكم بتكون تعملوا المستحيل لتربحوا بس بدها تكون مرتي بالحلقة كلها شو رودي قبلت اليوم العرض؟ يعني صار يمكن بوصل الغلط رامي ولودي موفقين إن شاء الله بتكونوا من الفائزين أما الثنائي الرابع ختامة مثل الكلام بيكون مع صاحب الصوت الجميل التينور بافو يعني أنا إيه قال لي بافو كيفك تعرف عني؟ قلت له اسمك يعني بغنى عن التعريف، الكتار بيعرفوك صاروا من مجرد ما نقول بافو بيعرفوا صاحب الموهبه الخاصه والجميله والتنور المعروف والمشهور الى جانبه عازفه الكمان ماريا فيلومينا، اهلا وسهلا فيكي. ماريا وبافو ميري كريسماس. ثانك يو بافو. خبرنا بافو شو في شيء جديد عم بتحضره؟ هلا انا حبيت الخبريه انه بيجوا لعندك كرمال الميلاد وكذا، لا بدنا ننتبه. ايه. هلا انا كلهم بيجوا لعندي تياكلوا. صح. ايه فانا بتمنى للكل يكون الحبش طيب ان شاء الله. هلا بيجوا لعندك مش بس لياكلوا كمان، بينطروك لتطلع حتى تسمعنا شيء بصوتك، كمان بدنا تعيدنا بطريقتك الخاصه غناء لكل المشاهدين. أخذ إلونا ورا كمان طب هلا كلهم غنوا ولا أنا كمان بغني يلا صوتي حلو هنغني بالحلقة أوكي يلا طري هلا بدي أقول هللويا يلا بس مغير لها كلماتها للميلاد حلو صح I know that there's a God above Who gives us care and shows us love? So don't you let the devil come and fool you. Imagine love, imagine joy, imagine children playing with toys. It's Christmas, praise the Lord, sing hallelujah. Rejoice and sing. It's Christmas night where Jesus loves. We'll win the fight, so you don't have to fear now, do you? No. With Virgin Mary giving birth to the child whose light will shine the earth, Jesus is now born, sing hallelujah! Bravo! شو هيدا؟ اي فعلا فعلا كارلا بيقبش على البدن على الغنيه فعلا ثانك يو سو ماتش على الغنيه الحلوه وكمان بقول لكم هيدي حلقه ميلاديه حلوه كثير رح بتكون ماريا رح نسمع كمان عزفك خلال الحلقه بس وكمان رح قولي كيف فيك تعملي رح بتكون لك الساحه مهم مهتمه ببافو لانه التحدي الاول على 1000 نقطه صبايا رح بضلكم على المسرح اما الشباب رح يدخلوا الى الغرفه المعزوله شباب جاهزين 3 2 1 يلا رن 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 تحدي اول بابو فيك تقعد كلكم فيكم تقعدوا رامي باتريك شادي ساعدوا بترتاحوا بس انا والمشاهد اسرع الحركه فيها بركه اسرع يلا ايه بتعملوا اكيد واو 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 طالما صاروا شباب بالغرفه المعزوله بس انا وانتم مشاهدينا فيها نسمعهم
صبايا ممنوع اكيد لانه البرنامج واضح ما راح تقدروا تسمعوا الشباب لحتى ما ياثروا على رهيناتكم. كارلا بداية راح بتكون من عندك بس ولكن سؤال بيطرح نفسه للاربعه، بتعرفوا اجواء الميلاد عامه بنحضر شجره العيد. اوكي انتوا مين بتحضري عامه شجره العيد؟ كيف بتتقسموا؟ انا ولادي ماما يعني بتجتمعوا كلكم اللي موجود وبتحبي هيدا النهار كثير كثير مهم. قد ايه بتاخذ معك تقريبا وقت لتعمل الشجره؟ يعني هلا ليك شو بعمل، بحط الحبشه بالفرن أي. والحبشه بدها شيء 4 ساعات ونص أوكي. اجمالا أوكي. حسب كم كيلو وبهالوقت اون ديكور لا ميزون يعني شو في بنبلش بالاسانسور بلا من برا ايه بحب أي. الاسانسور بيتكلوا علي بالبنايه لانه بحب هيك المعالم الفرح انا بحبها وبحب طبعا. الديكوراسيون وبعطي كل واحد وظيفه وبتاخذ معك تقريبا شي نهار وحلو انه بتجتمع العائله حول الشجره اهم شيء اهم شيء ما هو العيد للعائله طبعا لحتى نجتمع كلياتنا. رندا كيف بتزينوا شجره العيد والميلاد بالبيت؟ الاولاد اجمالا يعني اولاد اولادي اولاد اولادك هلا الجنريشن الثالثه صحيح الجيل الثالث ايه لودي نحن بنزين عند بيت عمي يجولي عمي عم بي 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 يعني يجولي مش انا بهتم بالشجره بس بتخيل انك بتاخذ لك كل النهار وبتحبي هالنهار اه كثير ايه مريا انا وماما انت ووالدتك الله يخلي لك اياها هلا التحدي الاول بدكم تراهنوا على عدد الثواني ام الدقائق يلي بتحتاجيها انت وشريكك كارلا البدايه من عندك انت وشادي كم دقيقه ام كم ثانيه تحتاجوا لحتى تزينوا شجرة الميلاد، رح يكون في عنا شجرة ميلاد على المسرح، عليكم تزينوها. بالتحدي أنت رح بتساعدي شريكك بالحلقة. شادي يعني. شادي. بيجي من جوا. إيه بيجي وبنلعب. أوكي، أوكي. أنت وشادي قديش بدكم وقت لحتى تزينوا الشجرة؟ وهون يلي بينفذ المهمة بأقل وقت ممكن بيربح. بنقول له مبروك عليك الألف نقطة، بس أكيد تعرف إنه في هيك شق جمالي وفني بالموضوع، يعني إيه؟ تكون الشجرة طبعًا حلوة. كل شيء الا ما تطلع مش كريسمس تري يعني اكزاكتلي هذا اللي بهمنا بالجوله الاولى رح نبدا من عندك بالجوله الثانيه فيك تخفضي رهانك يعني هلا عندك الفرصه تبلشي برهان عالي اوكي دسي نبض المشتركات من بعدها بترجعي بتنزلي رهانك اذا بدك اه يعني بقول هلا كم ايه فيك تقولي 5 دقائق ليتس سي ما هني حسب الاغراض اوكي حسب الشجره خمس اربع دقائق انا طويله لان مش عايزين سلم اكزاكتلي رندا دقيقتين لودي شي 6 دقائق 6 دقائق ماريا وبافو 5 دقائق هذه كانت الجولة الأولى بنرجع لعندك كارلا أكيد 4 دقائق يعني خارج المنافسة ما شاء الله طويلة وشادي رشق سيبة طبيعية إيه جميل طبيعي ميرسي إيه 4 دقائق اقل إيه. لانه هي قالت دقيقتين فيك تقولي دقيقه و59 ثانيه مش حره بركي ما اقدر لا عمليه شو رح طيب دقيقة وثلاث ارباع دقيقة و59 ثانية حنحطها واو يلا اوكي رندا ضلك على دقيقتين ثلاث دقائق مع لودي ورامي ماريا دقيقتين مأخوذ بدك دقيقتين دقيقة ونص دقيقة ونص مع بافو ماريا رح ثبت الرهانات 5 4 3 ثبتنا الرهانات والبداية بتكون مع رامي ولودي وثلاث دقائق يلا رامي يلا لودي يلا 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 يعني معقول كل حد رندا وما حس بالحنية كل المسلمين بحسوا بحنيتك والله زعفونا ميري كريسمس هلا هيدي مش رشوة على الهواء ولا شيء لأنه أنا لازم أرشيك تتربحني أنا بركي بساعدك بركي هيك بقلي بالدور ما في مشكل بتركزوا كثير منيح راح نبدأ بتزيين الشجرة كل اثنين مع بعض وبالنهاية لما بينتهي وقت كل واحد منكم راح قال له يتوقف عن تزيين الشجرة الزينة محدودة مقصد لحتى يكون في كومبيتيشن أكثر يا كارلا ففيكم تعملوا اللي بدكم إياه بتذكرك كارلا معك دقيقة أو 59 ثانية والنجمة الوحيدة رح بتكون معي نجمة رح حطها على أجمل شجرة اللي بتكون تخول الرابح يربح لألف نقطة قد الرهان معنا هو دقيقة ونص مع بافو وماريا ركزوا كتير منيح رح أقول 3 2 1 توب كاونتر جو يلا 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 أسرع بافو بلش يلا أسرع أسرع يلا الزينة محدودة إذا بتخلصون هلا اقعدوا بيربحوا شادي عبيهم أنت وكارلا رامي معك انت 3 دقائق اوكي بافو وماريا معهم دقيقة ونص ماشي انت عم تلفوا انا عم بتعب
اسرع اسرع اسرع. كارلا انت ساعدوها يلا. كارلا بدرس استدعت اولادها. يا ريت اولادي معي. اسرع. كارلا بعد هنيك روحوا جيبوا الزينه من هنيك الحمراء انت يلا. سرقوا روحوا سرقوا الزينه الحمراء. لا مش هون امن هون. ولاد كارلا بلشوا باللعبه. يلا اسرقوا عبي عبي اكثر. لانه اذا اخذتوه اكزاكتلي برافو. يلا يلا كارلا برافو يو دوينغ فيري ويل. رامي يلا معكم 3 دقايق خذوا وقتكم. بافو ماريا بعد معكم 25 ثانية. بافو بافو ولا احمر لا بعد. بافو بافو ماريا يلا يلا تلاقيلهم هاي ايه اسيوط اكثر 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 اكثر. 8 7 6 5 4 بابو ماريا بيوقف عندكم هيدا كفوا بدو كفوا بابو بس بابو ماريا يلا اسرع شادي كارلا اسرع وين استنيت؟ عم بيسرقوكم يا كارلا اسرقوا السنين اسرقوا السنين هون اسرقوا السنين لرندا خذي السنين يا كارلا وشادي عسل 10 ثواني فاستر ثلاثة اثنين طب كارلا وشادي بنوقف بعد عندي رندا وباتريك دقيقتين خلص وقفنا وقفنا زمان ايه بعد في عندي رامي ولودي رامي ولودي بعد باكل 20 ثانية باتريك ما فيها كارلا كارلا زين شوي بعد عم بزينوا كله عم بزين بدي موف يلا يلا تركي شو 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 تركي رامي ولودي بعد معهم 10 ثواني 10 ستوب 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 كل واحد يوقف حد شو تفضلي اوكي كل واحد يوقف حد شو انتوا بدي اولاد كان يوقفوا حدا لانه ساعدوها بهذا التحدي بس هيدا غش ايه هيدا كله لا ما انتوا يا فلسطين انا كنت شفت اربع احفاد معي اذا لو عارفه هيك فينا نجيب غش رايح جايب اولاد من ورا انت هلا كل واحد اجوا اوكي رح اقول شغله بداية رح بلش مع اصحاب اعلى رهان ثلاث دقائق مع لودي ورامي بدي اياكم تزيحوا شوي على الشجرة بس بدي اشرح لك شوي عنها نسبة صراحة بالنسبة لثلاث دقائق كنت اتوقع نتيجة أفضل من هيك ما بخليني أشرح صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ كان معهم أعلى أكثر وقت ممكن ما كان في تنسيق يعني خليني أقول لك هيدا فراغ هيدا فراغ وين الشطارة؟ ما بدي أقول لك نحن بالنظرة الفنية اللي نحن شفناها فضي وأبيض يعني فضي وذهبي فضي وذهبي وموف أحمر لا الغينة الأحمر أوكي ما قنعوني فبتنحجب عنهم النجمة باتريك ورندا على دقيقتين ايه نحن ليه؟ ايه بدي اشوف مزركشة زيحولي شوي زيحولي شوي تعالي ما بهم هيدا الميلاد تعالي باتريك ورندا ليك 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 شو ستايلش ليك نسبة غير شكل نسبة لدقيقتين ايه روعة روعة انا عم دايما انا لانه بقدر حسكم الفني معلقة على الشجرة اوه هيدي هي شجرتنا بقدر حسكم الفني بس انا شفتكم بعد دقيقتين كفيتوا لا كنا بنعمل الفينيشينج مش مزبوط نحن كنا فينيشينج بلا ولا لا لا عم بلا بلا كفينا كفينا يرزوكم فبالتالي من وقت نحجب عنكم النجمه لا محمد اصلا سنترا شو قول باتريك انا بدي اقول انه مش مشكله خلي النجمه معك لانه ست رندا هي النجمه اكيد هيدي انا بس هي معلقة على النقطة هيدي معلقة لبوس بتاخذ العقد بدي اطلب من رامي ولود يرجعوا الى مكانهم وبدي اطلب من باتريك وست رندا ايضا يرجعوا الى مكانهم يلا يلا الى مكانهم كارلا قربي لعندي انت وشادي لو سمحتي ترجعي شجرة بليز
ماريا قربي لعندي. في طل بس على الحبشه قبل. هلا في قلب النار. عم نشوف بدقيقة ونص بافو وماريا شو زينوا. قديه حلوة. عم نشوف الشجرة هون. قديه حلوة. وبدقيقة و59 ثانية كارلا وشادي شو زينوا. هلا بطعميكم كلكم. العشاء علي ايه؟ صحوا. بافو وماريا. هلا نحن وي ثوت اوتسايد ذا بوكس، نحن جبنا هودي من هونيك. هلا هون بافو ماريا زعما في خارج السلة. لو محمد لسه فاضي فاضي الشجرة. انت فاضي فبالتالي النجمة بتروح. مبروك لكارلا وشادي، هذا كان تحدي الأول. بعد الفاصل في تحدي جديد. Because I'm happy. Clap alone if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap alone if you feel like happiness is to you. Clap alone if you feel like happiness is to you. Clap alone if you feel like that's what you want to do. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زيني ولاد صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولاد تياب جداد وبكرة الحب جديد عم يتلاقوا الأصحاب هدية خلف الباب في شجرة بتدار ويدوروا ولاد صغار الشجرة صارت عيد أسرع العيد سوارة بإيد والإيد تعلق على الشجرة غنية وعلى إيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة ولاد صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت الجراس عم بترن بعيد شو هالاجواء الرائعه بتاخذوا العقل هلا بعد التحدي الاول والاجواء الحلوه صار وقت لكم مين بالصداره كارلا وشادي ومعكم 1000 نقطه اف 1000 نقطه عيشوا بهالنعمة التحدي الثاني على 2000 نقطة باتريك رامي بافو فيها نشد الهمة والبداية رح بتكون من عندك يا باتريك يلا عليك تراهن بظرف دقيقة ونص رح تتلج عنا بالاستوديو اكشلي كلها قطن رح بيكون وبهالقطنات رح بيكون في عدد كبير من الاغراض فعليك تراهن بظرف دقيقة ونص كم غرض فيها رندا تجمع تقعد تفرحش بالثلجات بالقطنات لحالها مش لحالها هلا معكم ما في شيء مضمون نبلش لحالنا ونرجع بنقي 10 بس بافو باي قطن بده يساعد لا بافو حيكون على جرب ماريا رح تكون 10 من البدايه من عندك بظرف دقيقه ونص 15 ذوقك منين جبتهم 15 رامي 16 بافو 17 ونص لا 17 انا لازم اطلع اعلى منهم يعني اللي بدك اياه انت بتعرف كارلا ودوراتا كارلا اباداي اباداي كارلا دقيقة ونص دقيقة ونص فيها تشيل كارلا 20 عندك 20 لهلا رهنات جدا منطقية الجولة الثانية بترجع لعندك باتريك كنت رهنت على 15 بتحب تزيد؟ لا ام فاين بضلك على 15 رامي 16 18 بافو 19 قد ايه حجم الغراض 20 مع شادي غراض فيها تكون زينه من شجره الميلاد او غراض يعني جادجتس عادي ليه 15 4 حدا بيزيد بعد مره 21 بتكون برافو 21 انتهوا الخمس ثواني حذكركم برهنات رامي 21 شادي 20
باتريك 15 وبابو 19. فالبداية بتكون مع أصحاب أدنى ريهان، باتريك ورندا، و15 غلط دقيقة ونص. يلا رندا، رندا بدعوا صبحية ورا. يلا يلا الجولة الأولى من التحدي الثاني مع باتريك ورندا وريهان على 15 غرض بظرف دقيقة ونص. تعرفوا عم فكر صعبها شوي وبطل دقيقة ونص تصير دقيقة. ليه؟ أحلى. أنا عم فكر لو بتلمهم أنت وأنا بوقع. لأنه حسيت إنه دقيقة ونص إنه بطل في تشالنج. 3 يعني 2 1 توب كاونتر جو. يلا يلا أسرع 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 يلا 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 أسرع. ديفوشن ديفوشن يلا 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 بدك تغمق لجوا. إيه يلا بعد 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 إيه هون في كتير هون في كتير هون هون كتير بطيئة بعد ما صاروا 20 لا 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 أسرع بعد معك 20 ثانية هون هون يا حية ايه 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 صح يا يلا قلت لي بيجوا ورا بعض يلا 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 رح تذكر ايام الطفولة ولا لا؟ أوفي يا 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 واحد ثقيلة وتتلقاها طب تعي خلص يلا تعي تعي وقفي حد وقفي حد خليكي هون يلا باتريك وقف صوت هاي خلينا نشوف ريهان كوكي على 15 واحد صاروا أكثر ولا اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ساعدة. سبعة ثمانية تسعة عشرة لا هلا عشرة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 ولا 19 20 رندا برافو دقيقة برافو دقيقة بس هلا واحدة و 19 غلط بضرب دقيقة تفضلوا إلى مكانكم يلا تبني على مهلك يلا بافو يلا ماريا بافو هولد ذيس وان وأنا أكيد بعمل بس يلا لحتى تصير صعبة عليكم يلا 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 ماريا بس هقول 3 2 1 لا ثاني ثاني توب كاونتر جو ماريا يلا رن 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 انا عم صعب لي اياها بس يلا قدامك 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 كفر ماريا عم جمع عم جمع عايز تفتم اختطم ايديك ايه يلا ماريا يلا في شي هون في شي هون تحتك تحتك وراك 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 ستوب ماريا هولد ذيس وان بليز فور مي يا اوكي هلا اول شيء جمعت القطن كثير اكيد فوق ال 20 يعني انتوا قد ايه كان ريهانكم 19 19 اوكي هيدي وحدة هاي اثنين هاي ثلاثة هاي أربعة هاي خمسة ستة هدي أنت ستة علي علي شوي بدك تقعد بقلبه الكيس وأنا سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 برافو. الله كربيني وين شادي وكذا وعشرين غلط في ذات دقيقة. يلا سبا عيد. يلا كارلا كارلا يلا أنا؟ انت وشادي ايه يلا هلا امشي بلا سكربيني. روحي بلا سكربيني هلا يلا شادي يلا شو هذا الشيء؟ كيف؟ وعدوا عاي انا قولي شرفه اوكي يو ريدي؟ يس يلا 3 2 1 سكت جو يلا عم نحكي على 20 غرض يلا خذ خذ وعدوا يا كارلا يا شادي اسرع 47 ايه يا حي حي هون يا حي هون لا معي ما عرفتهم اياها في قعطه فاتل 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 يلا اسرع 21 ايه اسرع راح العريس راح العريس فاتل شو اللي راح العريس عشرة عشر ثواني تسعة اوه ماي جاد وين ذا لتسي خليكي محلك جينا حدك لا شادي راح العريس خليك هيك لو بيقوم عني بس لو بيقوم عن رجلي شادي هيداك غير مشهد يا ماما غير لعبك رهاك اوكي على 20 شفية هول اثنين هي مسلسل ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 فينك هاي هاي فين صار مشهورة صامبريلا 19 20 21 22 23 برافو بيرفكت واو أما لودي ورامي رهان على 21 غلط وهدي أصحاب أعلى رهان يلا شكرا لودي ورامي انتوا اصحاب اعلى رهان 21 غرض بتجمعيهم بظرف دقيقه بنقول لك مبروك عليك ال 2000 نقطه في مؤامره ورا 3 2 1 توب كاونت يلا لودي يلا هون هون لا 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 عم يضيع وقتك ران وين الكيس؟ لا حطه على الطاولة رح تحسبه؟ ايه وين؟ لا ما رح احطه على الطاولة ايه هون جمعان هون هون يا هون لودي هون لا ما سمع برافو لودي ورامي هيدي مجزرة اكيد الكيس كيسون الكيس فاضي لا شو فاضي فضيتوا لنا اياه بس بدي اقول لكم شغله انتوا عملوا مؤامرة عليكم فبالتالي نحن مع الحق اهم شيء باتريك عم بيظبطوا له الشعرات ايه طبعا روعة كان من بعد هالمجزرة والمؤامرة يلي عملوها ضدكم رح اقول لكم نحن مع الحق و2000 نقطة بيكونوا من نصيبكم لرامي ولودي
تحدي تالت على 3000 نقطة بعد لحظات. قلبت المعادلة كارلا وشادي صاروا بالمركز الثاني وبرصيدهم 1000 نقطة، أما المركز الأول من نصيب رامي ولودي ومعهم 2000 نقطة بدون زقفة كبيرة. خلينا خلاص. لا رندا رندا أبدا خليكي محلك. التحدي الثالث على 3000 نقطة والتحدي الرابع على 4000 نقطة. فكرت 3000 دولار هلقلوفات هلقلوفات. وجودكم ما بيتثمن بمصاري. تسلم حقيقة تحدي الثالث على 3000 نقطة، لودي البداية من عندك، الشباب صاروا ورا بالغرفة المعزولة، وعليك يا لودي تراهني لعندي شباب صبايا كاريتا لعندي عم حي الشباب. ايوه انا بطلع فيها، هلا بدكم تراهنوا على عدد الثواني أم الدقايق يلي بيحتاجها شريكك رامي يا لودي لحتى يقص البيوش دو نوال 7 شقفات ويوزعهم على المشتركين معنا. اوكي هيني 7 بده يحطها بالصحن والشوكه ليقدم لكارلا لرندا لماريا بافو باتريك بافو باتريك. بتكون طريقه جدا مرتبه. 10 ثواني 7 قطع ثواني يا حبيبي شو قديش هلا هو ست بيت بس مش هالقد. لودي انا بالنص ركز منيح طاولة بالنص بده يقص البيج 7 قطع بده يقدم 7 صحون ب7 ثواني كلهم هول فاسوغون لك يا حبيبي فاسوغون انه فهمت هي انه هي فهمت ايه ربا فاسوغون دقيقة مينيموم خيي نحن 8 اللي عم بقص شو بدنا فيه؟ ما بده يصب لحاله بيعطي 7 انا باكل الباقي ما تعرف انا ماريا واضح اني مش ست بيت ما بتعاطوا هالامور كانت سكسوغون ماريا كارلا 1 مينوت 10 انتبه لي على عديس عديس رندا لا والله دقيقتين بده دقيقتين هذه كانت الجولة الأولى بنرجع لعند لودي دقيقة بتنزلي؟ لا ما بنزل دقيقة وخمس ثواني وطبعا ما فيك تطلع لأنه هون عم نلعب على أدنى رهان يلي بينفذ المهمة بأقل وقت ممكن بيربح 3000 نقطة ماريا كان عطيك سجون خلص كثير منيح كارلا دقيقة وعشر ثواني بنضلنا عليهم رندا على مسؤوليته دقيقة ونص شو بدك بدقيقة ونص؟ ما دقيقتين نفس الدقيقة ونص إذا بدك تنزلي دقيقة أو 9 ثواني دقيقة مأخوذة مع لودي فيك دقيقة أو 9 ثانية شو دقيقة؟ يا ربي طيب دقيقة أو 9 دقيقة أو 9 ثواني شو شكله عندي إذا خمسة أربعة ثلاثة اثنين شو دقيقة؟ أصحاب أعلى رهان من بعد ما ثبتناهم شادي وكارلا ودقيقة وعشر ثواني يلا شادي يلا كارلا يلا رد 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 يلا 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 قوموا فرجونا الشطارة بقى الجولة الأولى مع شادي وكالا وريهانو على دقيقة وعشر ثواني مثل ما بتعرفوا هالحلقة ميلادية بامتياز فالبيج دو نوال هو من تقاليد عيد الميلاد اللي احنا اليوم كمان حبينا نضيفها ببرنامجنا مثل ما شايفين 4 بيوش على الطاولة البداية معكم بدي منك يا شادي 7 قطع بظرف دقيقة وعشر ثواني يا لطيف مرتبين بيتاكلوا طبعا شو؟ عيب عيب لك عيب حسن ريدي؟ ار يو ريدي؟ انا حاسس في ساموراي وي ار ريدي 3 وير ار يو ار يو يا 3 2 1 طب كاتر جو فاستر فاستر اسرع يلا وقف ايه هيدي وحده ايه 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 2 هذا صاروا ما فيك تحضيره من عنده 1 2 يلا شادي خلصنا من عنده صحن عندك صحنين تفضلي خلصوا 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 قد ايه هون خلصوا بيني ب 30 ثانية هلا كارلا وشادي عملوها ب 30 ثانية ولكن كارلا ساعدت شادي هل هيدا الشيء مسموح ام لا؟ طب زيدوا 20 ثانية بما انه اجواء عيد والمساعدة والمشاركة مهمة فهيك نعطيكم لهلا 3000 نقطة اما لودي ورامي رح نتركهم للجولة الثالثة لأنه هلا صار وقت رندا وباتريك ودقيقة وتسع ثواني يلا
يلا رح تساعديه، حتساعديه قد ما بدك. يلا تعال رندا وباتريك جاهزين؟ يلا قص انت وانا باخذ. هيدي الجوله الثانيه من التحدي الثالث معكم، معكم دقيقه وتسع ثواني، جاهزين؟ بس اذا كسرنا ال ما عندنا مشكله، المهم ما تتخطوا دقيقه وتسع ثواني. اه اوكي. 3 2 1 توب كاونتر جو. فاست، برافو. يلا يلا. ايه اسرع. باتريك الشغل نظيف. شو هيدا؟ برافو رندا. برافو. برافو، حبيت الشقف. ايه هيدا دعمها لهونيك، برافو. برافو. أهم شيء الكرم، أهم شيء تكون كريم، سبع سفون. يلا برافو. بعد عندك سحر واحد، بعد عندك سحر بعد. يلا ايه. خدوا أسرع. ايه يلا فاسل. خلصنا خلصنا ولا أحلى من هيك. رندا وباتريك تساعدوا وكانوا قد الرهين ب 22 ثانية. برافو عليكم لهلا، ل 3000 نقطة معكم. أما الجولة الثالثة بتكون مع لودي ورامي، بظرف دقيقة بدهم يعملوا المهمة. يلا فاصل فاصل هون على الابيض. اوكي لا اكيد سبعه. ايه سبعه على الاكيد 100%. سبعه ما فيك، ما فيك تستخدم الصحون اللي حدك لانه رح يتركهم لبافو وماريا. 3 2 1 توب كاونتر جو. معكم دقيقه. انا 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 لا ممنوع تقص، انت بس تضيفي معه. اه بس ضيف؟ ايه فاصل. يلا اسحبي هيدا السحب. لا هدول كلهم سبعه. اعطيني واحد. برافو. انتبهي صحونك بدك تلاقي، بدك تلمي صحونك. آه. يلا دقيقة واحدة. أسرع أسرع. هيدا بياخد العقل شكله كثير طيب. هيلك. ايه. لا سبعة هونيك. تعي لحظة بعد في وحدة. ما بعرف إذا أنت عملتي مضبوط تبع قطع. في زحل زيادة عند حدا؟ ما شفتي شو عملت على العجلة. لا ما في ما في كله فاضي. يلا قص انت قص. يلا كلها انت هيدي الشقفة لحتى ما خسرك. ايه كلها كلها. مين ما اخذ؟ رامي. لا لا انا لا انا وين ما بزعل. ما بزعل بك، دبر حالك. ايه يلا شو بدك تاكل؟ بدبر حالك. حتى على هيك حتى على هيك. بكلها انا هيك. رامي رامي. انتهى الوقت وكنت قد مهمة. اما اصحاب اثري هان بين بابو وماريا وريهان هنا على 45 ثانية. يلا تفضلوا لهون. تيست كثير طيبة. بافو هونيك معك 45 ثانية. ايه ايه بافو كل واحد ضروري هن اللي ياخذون ولا في اعمل سبعة لإلي؟ فيك تعمل سبعة لإلك، ما حدا ما حدا قالوا معك. جاهزين؟ يا تقبريني بس لحيلي لهون. ايه ما بعود فيه الواحد يقص. على مهلك حياتي شوي شوي. في وقت. 3 بس في صحن ناقص. 1 توب كاونتر جو. لا على الاقل طلعوا سته. اكيد هتبقى في صحن. ايه هيدا الصحن الناقص. فاستر فاستر عم بروح الوقت. عندك 20 ثانية. 20 ثانية يلا. خلصوا 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 خلصوا. بعدين هيدا الصحن، هيدا الصحن. اوبا اوه بابو ماريا برافو عليكم، لفتوا المهمة ب 34 ثانية. طيب 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 معودين بالحلقة، أكيد جمهورنا بيتعب معنا وبنحبهم كثير، كل هيك مشتركين لو سمحتوا، كل شيء في كيك بنعطيه للجمهور. يلا يلا ليتس جيف إت للجمهور أحبابنا. لا أنا بعد ما أكل. بلا هلا بدكم قد ما بدنا. يلا بعد فيكم تقصوا. لا هي صديقتي هون. يلا يلا فاستر. تكتب أسامينا عزمان الماضي وتمحينا. يا قصاص عم تكتب أسامينا عزمان الماضي تمحينا. جينا نحنا والغنانينا
والرقص يضوي ليالينا ليالينا ليالينا. Other dancers may be on the floor, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean off the shore, hold me close, sway me more. أكثر من رائعة. باتريك وبافو وشادي رائعين، تاخذوا العالم. وليكا ليكا رائع، ضابط الإيقاع معكم، والصبايا ورا عم بيرقصوا وعم بيزقفوا بيسألوا، أكيد زقفة كثير كبيرة. بذكر المشاهدين إنه جمعة الجاي حلقة خاصة بمناسبة عيد السنة، وراح بنعيد ماينس 1 مع مشاهدي الـ MTV بالسيارة بهذا الموسم مع مشتركين كمان حيكونوا أكثر من رائعين. زقفة لإلهم وزقفة لنجومنا. أما نحن ما بيطلعنا بسكليت، توزعت النقاط لهلا. بافو وماريا قلبوا المعادلة بالتحدي الثالث وصار معهم 3000 نقطة. أما رامي ولودي بالمركز الثاني ومعهم 2000 نقطة، وشادي وكارا بالمركز الثالث ومعهم 1000 نقطة. باتريك تربح بهذا التحدي، نحن تضمن تأهلك للعبة النهائية. بافو البداية من عندك، عليك تراهن بظرف دقيقة، بظرف 60 ثانية. ماريا انت تاهلت، اهلت ايه قلبي بس عم ينبض احساسي. حنان الام بظرف دقيقه بابو بدك تراهن على ماريا كم قنينه شامبين فيها تفتح. وي سيليبريتنج نيو ييرز، فمن هلا عم بلش نستبق الامور. بدقيقه لازم هن شباب يعملوها. عم غامر اقول اثنين. شادي كارلا بتخيل فيها. نحن قلبناها، انتم قصيتوا الكيك بالتحدي الثالث، بالعاده هي لتكون معكوسه، نحن عكسناها اليوم. بيرفكت. اثنين اثنين ماخوذه مع بافو. ثلاثه ثلاثه باتريك. اربعه حلوه المخاطره مع دقيقه. ولو يا باتريك اربعه اربعه يا باتريك. اذا اربعه انا اثنين ولا واحده. لا أربعة، واحد أم أربعة؟ ليك ما حدا بيعرف، وقت اللزوم رندا قد وقدود. أربعة أربعة. رامي خمسة، رامي خمسة، هذه كانت الجولة الأولى. خمسة برجع لعندك بابو، بتزيد على اثنين. لا لا. شادي بضلك على ثلاثة، باتريك أربعة، رامي خمسة، خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. ستة معك. نبدا مع اصحاب ادنى ريهين يعني بافو ماريا وانينتين. يلا يلا ماريا. بافو وماريا اصحاب ادنى ريهين، البداية رح بتكون من عندكم، معكم دقيقة، بدي منك انينتين. جاهزة؟ يس. 3 2 1 توب كاونتر جو. فاستر. ايه اوكي وحده. يلا فاستر. انت فتحي لي اياهم. يلا يلا يلا. ايه 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 شادي وكارلا حضروا حالكم. يلا بعد هوبا اثنين. يلا بعد خلص اثنين. لا 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 اثنين. برافو عليكم، كنتوا قد الرهين. سهل الوقت خلص الحال، كانوا قد الرهين. برافو عليكم، تفضلوا الى مكانكم. اما شادي وكارلا وثلاث قنينة بظرف دقيقة. يلا كارلا يلا يلا. هلا كل قنينة بوزي؟ ايه جاهزة؟ أيها حيلا؟ حيلا بدنا ثلاثة بس. أنت قلت ثلاثة؟ 3 2 1 توب كاونتر جو. يلا ما عم تفتح. ليه ما تفتح؟ ميرسي ميرسي. أسرع؟ أي أي ما عم تخلص. أسرع؟
شيل ورقة. خلاص عرفت سعادة. برافو برافو سعادة. انت سعادة شادي. شادي شادي ويني. لا واو شادي. اسرع اسرع 20 ثانية بعد فيه. يلا خلص خلص انت. هاي هاي يلا زيحي راسك زيحي راسك. يلا 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 يلا. كارلا وشادي برافو عليك. كانوا اسئلتين الجواب الاسئله بتكون مع باتريك ورندا واربع ارينا. يلا باتريك يلا رندا يلا رندا رندا يلا هون هون يلا. 3 لا بلشت 3 2 1 توب كاونتر جو. فاستر 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 بدي منكم اربعه. تبه راسه باتريك باتريك راسه. تبه راسك. اي يا وحده. ايه تحيم 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 تحيم. لا راسك راسك يا باتريك. يا رب. ايه يلا اوكي. اثنين يلا 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 على السريع. خذي وحدتين وحدتين. برافو خلص خلص يلا. هاي هاي. لا بعد بعد معك 10 ثواني. 15 ثانية اكشلي. يلا رندا زيحي راسك. اوبا برافو فاتريك ورندا كانوا قد الرهان. اما اصحاب اعلى رهان فهن رامي ولودي وخمس اناني. يلا الخمسة موجودين امامكم. معكم دقيقة. لحظة لحظة. رامي رودي تربحوا بتتأهلوا. معكم دقيقة انطور. 3 2 1 توب كاونتر جو. يلا فات كلها ماي. هي معلقة. غيرة 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 غيرة. تبقى راسة تبقى راسة تبقى راسة. يا حبيبي يا رامي. وحدة خمسة صاروا فاتحين وحدة. يلا نودي يلا نودي. ما فيش على ستة. أيوه اثنين. لا تزيحوا. لا زيحوا زيحوا. هم مجانين. لا تزيحوا. زيحوا زيحوا زيحوا. مجانين. أوكي. تايمينج تايمينج. بعد ما اخذ 10 ثواني. يلا هي الخمسه هي الخمسه. اوه لودي ورامي كانوا قد الرهان. برافو عليكم. نصيحتي مثل العاده بدي اقول لكم شغله. دونت درينك اند درايف. انجوي يور ويك انجوي يور نايت. بس اعطوني سوقوا على مهلكم. بعد الفاصل بنعرف مين الثنائيين اللي رح يتنافسوا مع بعض ليربحوا. يلا وين
الأجواء يا ماريا بافو بتاخذ العقل. تفضلي ماريا إلى جانب بافو. بدي أقول لكم فعلا أجواء أكثر من رائعة بهالحلقة الميلادية. زقفة عشان We love you so much. مثل العادة بنهاية الحلقة ثنائيين للأسف بيغادرونا بس بالنقاط، ولكن بيبقوا معنا على المسرح. شادي وكارلا بتعقدوا بتاخذوا العقل، يعني نقاطكم ما كانت كفيلة لتأهلكم للتحدي النهائي. مع كل خبيط. إيه بس كنتوا رائعين، بيستاهلوا زقفة كثير كبيرة. رندا وباتريك كذلك الأمر، للأسف ما حالفكم الحظ بس بتاخذوا العقل. لا 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 زقفولهم زقفولهم. ما رح نقول لكم باي لانه رح ضلكم معنا لختام الحلقه، اما التحدي النهائي فرح بيكون مع رامي ولودي مواجهه بافو ماريا. مين رح يربح؟ تابعونا بعد ثواني. يلا ننطروا لحتى يربح. التحدي النهائي بهالحلقه الميلاديه والمميزه بافو وماريا بمواجهه رامي ولودي. رامي ولودي انتم بالصداره ومعكم 6000 نقطة، فبالتالي انتم بتقرروا مين بيبدا التحدي. رح فسركم قبل، أول ثنائي بدخل ثلاث طابات بالكباية، اللعبة الشهيرة طابة البيبو، ولكن اليوم عملناها طابة من زينة شجرة الميلاد. بداية من وين بتكون لودي ورامي؟ نانا. يلا لودي تفضلي. أول محاولة من عندك يعني لودي. لودي أول محاولة من عندك، من بعدها ماريا بوجهك. يلا 3 2 1 جو. ملزقة حاولي بهاي ملزقة كانت اوكي ماريا خلص ماريا خلص ماريا تفضلي يلا هيديك ما كانت منيحة باي مرة بمرة ركزي يا ماريا يلا ماريا قربي شوي ايوه 3 ما تعلي ايدك كثير خفيفة الطابة كونسنتراسيون لا ايوه يلا رامي 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 انت مين اللي عم تخلي البنات عم يلعبوا بعد وحدة ولا لا 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 وحدة بوحدة هونيك بسرعة بسرعة بدنا نوطي صوتنا ايه حافظوا على الطابات اه معطر يلا يا رامي باين عم برجو لا يلا رامي يلا لا لا عم يرجو عم يرجو في قلبي فيكم تلموا الطابة معكم بليز يلا بافو يلا بافو هلا بافو زعفونا لبافو يلا بافو بعدنا 0-0 بابو وماريا بمواجهة رامي ولودي لا بابو وحدة بتمه وحدة بنها هوليك 5-6-7 برافو انا ايه لا يلا هلا صار وقت لودي لودي ايه صباح تعالوا نحمسهم شي غنية ميلادية يلا I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas from the bottom Oh my heart yep. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna I wanna wish you a merry I wanna يلا غيره next بافو يلا بابو 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 هلا هيك لبكره رح نضل يا ويلي من يلا لودي 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 جينجل بيل جينجل اول لا لودي هديها بايدك اول شيء يلا يلا يا لودي برافو يلا ماريا برافو برافو ماريا ماريا لا هي ان هاي ان اوت دو بوان هاي مش يلا رامي 1-0 لرامي ولودي فيكم تصيروا 2-0 يلا رامي ارجوك بابو عدل رامي خذ هي اهي لا تفوت بعرف بس بابو فيتك برا عادي بابو خذ هي عياسك ماما يلا هي بتفوت هي كثير فظيعة كارلا يا بابا لا اتركوا حرام يعملها يا الله برا يعني يلا لودي يلا لودي نحن اثنين لودي اذا بتصوتيها لودي لحظه لحظه لودي لحظه لحظه اذا بتصوتيها بنربح لحظه لازم ثلاثه ورا بعض لحظه غني لهم ايه لودي فيها تكون هيدي اخر اخر طابه معك اخر محاوله كارلا عم تطلب منك غني لها شيء ها
حسب قد ايه بينحسب لنا فيه ولا شيء. ما دخلني انا باشياء البنكيه ما خصني. انا بحب اغاني كثير بصوتك بتعرف. شو عامل اللي بدك اياه انت؟ شو عامل انت اللي بدك اياه؟ حاجه تعملي لي فيها. يلا مشونا كثير بحبها في عطره. ايه. اوكي بس انا المشكله مش عم ركز لانه عندي وانا بس شوفها بتلخبط. لحظه انا برايي لودي بتسجلها وعلى الفينال بنسمعها بصوتك. ماشي. شو رايك؟ يلا لودي انتبه نربح عم بتطول علينا. واذا ما فاتت ما بنضل حتى يغني. حنغني 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 برضه حنرقص برضه حنرقص. انتبه اذا ملزق. 3 2 1 جو. يلا لودي ايه بدي اطلب منك فافو. نعم. لو سمحت لك وعدنا بغنيه قبل ما نختم بصوتك. يلا ونعايد المشاهدين. ايه انا برقص انت بتحبها. ايه يلا كلنا سوا من جد. اي لاف ذا سونج. يلا شو فيك تلخبط بارارام بام فزع قلبي ونط. ايوه يلا. انت انسيه ولا جنيه ولا ايه بالظبط؟ شو فيك تعذب؟ مش عارف نروح على النص نرقص. نرقص على النص. نرقص على النص. تعال العيون دي بحر حنيه بس فين الشر؟ شفتك تلخبط فز قلبي ونط. انت انسيه ولا جنيه ولا ايه بالظبط؟ وي لاف يو سو ماتش. انت على محمد قايس ميلاد مجيد لكل مشاهدي لـ MTV. الى اللقاء على الاسبوع المقبل. باي. اي لاف ذيس ابيزود. Love and understand.